وافق مجلس الشورى خلال جلسته 18 برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق لبرسوم ملكي لسنة 2014، وذلك وفقا لتقرير أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها. وقد بدأت الجلسة بإخطار المجلس برسالة معالي رئيس مجلس النواب بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وبشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وبخصوص مشاريع بقوانين تتعلق بقانون الخدمة المدنية وتتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. فيما تم إخطار المجلس باقتراح بقانون بشأن إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الأعضاء البشرية وإحالته إلى لجنة الخدمات. هذه هي المرحلة الأخيرة، أما أن يصدر القانون أو يؤول إلى المجلس الوطني. طبعا مجلس الشورى غلب المصلحة العامة من خلال توصية اللجنة في أن هذا القانون يصدر لمعالجة موضوع النظافة العامة، كيفية الطرق التخلص من النفايات، محاسبة المسؤولين عن إلقاء هذه المخلفات أو النفايات، دور الجهات والأفراد في التعامل مع النفايات، والعقوبات المقررة حال مخالفة أحكام هذا القانون.